قال هدرت أصل دعوتهم أمامك. لكن أنا بهدر دعوة أصل دعوة هدرت عليه أمامك. أصل دعوة منه مزمل وآداب والشباب، ما هي أصل دعوتهم؟ السؤال مش التوحيد والسنة؟ طيب، وزول في تسجيل أثبت إنه النازل بيدعو للتوحيد وقال أهدر أصل شنو دعوتهم، وين التسجيل؟ التسجيل هذا قال في نفس الرد ذاته علي ده، قال مقروء ومكتوب، هذا المقروء ده خط منه حسن عطا الله كتبه بيده، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ما قال هدر أصل دعوة الشباب، وما هي أصل دعوتهم؟ التوحيد. يبقى مشكلته ما أسلوب، بس مشكلته ما أسلوب. طيب، وده الكلام اللي كان بدندن حوله أخونا شيخ مزمل حفظ الله، وأصاب الحق وخالفته في ذلك وأصبت الباطل وأرجع إلى الله تعالى. طيب، لكن الزول ما عنده مراوغة، أفهم كلامي؟ أنت قال أنا تعصبت زي ليه؟ لأنه عنده مراوغة، بوريك المراوغة وين. قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، نقل لي بعض الإخوة اللي هو قدامكم ده أني قلت في مزم الفقير ومن معه ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، فقال لي الأخ المذكور، ما دار يذكر اسمي، في سير في النقطة دي، أنتم ما عارفينه، أنا عارف. أيوة، السر إنه كثير من الناس ديل أقبل في رده، أنا سمعته طالب بالوضوح، وكثير من الناس ديل زيه وزي خالد خليفة بيقولوا أنا سلفي، أحمد البدوي ده سلفي، لكن ما بنقدر نشاركك في محاضرة عامة. ليه ما بتشاركوني في محاضرة عامة؟ لأنك بتتعاون مع منو؟ مزمل وآداب. فكونه يذكر اسمي دي ما مشكلة، ما هو تسجيل منتشر، عشان كذا قال ذكر لي بعض شنو؟ الإخوة، واحد إخوة بتاع شنو؟ واحد. طيب، قال وأنا أقول لكم كلام أول مرة يمكن تسمعوه، أس في ساحة ديل السلفيين غير الحزبيين اللي بينتسبوا للسنة وعندهم من البدع ما عندهم، السلفيون اللي في الساحة بعضهم عندهم ما عندهم من اللخبطات، النازل كلهم مديت لهم يدي، واحد بمش له في بيته بقول له نعمل محاضرة سوا في التوحيد والصوفية، ما بمد يده وما بيعملها إلا أخواننا ذيل، بس دقوا صدورهم قالوا الزول ده معالك لكتو نجره لما ننجب. والله في النهاية أنا انتقلت من المرحلة الثانية ومريت بمراحل زي أبو الحسن الأشعري، انتقلت لحد ما وصلت المرحلة الأخيرة، الله يتقبل، جزاهم الله خير. والله أنا أدعو لهم في سجودي، شفت أخواننا ذيل، أدعو لهم في سجودي وأسأل الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أي يجمعني بهم في الجنة. طيب، قال نقل لي بعض الإخوة أني قلت في مزم الفقير ومن معه ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، فقال لي الأخ المذكور هل تريد بذلك العموم؟ قلت لا، هناك قرى دخلوها ولم يحصل منه ذلك، هي منهم جاب منه، قال ولم يحصل منه ذلك، يعني منهم الإفساد، يعني ما حصل في قرى دخلوها وما حصل فيها شنو؟ إفساد. لو كان دعوة دي كلها إفساد مش كان ما يستثني؟ مش كان مفروض القرى دي كلها تكون إفساد؟ شوف التناقض وين. طيب، قال ولكن المقصود أنهم أفسدوا كثيرا، وذلك بسبب، يعني الإفساد بسبب شنو؟ وقبل قال هدرت أصل دعوتهم، وشوف هنا قال الإفساد بسبب شنو؟ قال بسبب الجهل، بسبب الجهل، وصف إخواننا بشنو؟ بالجهل. طيب،
ستعلمون من هو أحق بهذه الأوصاف إن شاء الله تعالى. والغرور، أخواننا عندهم جهل وعندهم شنو؟ غرور. والعجلة وعدم النظر لباب المصالح والمفاسد وطريق عرض التوحيد. وأثبت لك مرارا أن مزملا جاهل حتى بالتوحيد، يعني هم بيعرضوا التوحيد لكن طريقة لعرض التوحيد دي من أسباب الإفساد، وطريق عرض التوحيد على طريق المهرج محمد مصطفى عبد القادر الذي هو شيخهم في هذا الأسلوب. عشان كذا أنا كنت بناقش إنه الزول خلافه في شنو؟ في أسلوب وليس في أصل شنو؟ الدعوة كما وهمته من كلامي. قال وهو شيخهم في هذا الأسلوب الردي الذي عطل وصد كثيرا من الناس عن الحق، والله الموفق. وكتبه أبو عبد الله حسن ابن عطاء الله 29/2/1439 هجرية، وده الإمضى بتاعه، ودي الورقة الداني له براء والداني له. طيب أنا مشيت له عشان يكتب لي ورقة عشان يطلع لي تسجيل، قام كتب كتابة وكتب هذه الكلمات كتابة وسجلها صوتيا. طيب الكلام ده يا أخوان علاقته بالتناقض شنو؟ التناقض الزول قال هدرت أصل دعوتهم، وهنا ذكر إنه من دعوتهم التوحيد، لكن السبب الجهل والغرور والعجلة وعدم النظر لباب المصالح والمفاسد. والأمر الخامس أنهم على أسلوب محمد مصطفى عبد القادر. الكلام ده مش كله كذب، الجهل أخواننا ذيل جهال جهال، زول يقرأ الأصول الثلاثة بشرحها، أجرومية بشرحها، كتاب التوحيد بشرحه، اسمع المحاضرات، اسمع ذاته حسن عطا الله قال لي مزمل من بدري نحن سامعينه بيرد على السرورية، والعمل في حرب السرورية نحن ما عملناه، ده حسن عطا الله. وقال لي مزمل ده زول طيب، شوف اتصلى عليك الله ويطلعون انا ذا وجهين. قال لي مزمل ده زول طيب وخليك جنبه، قال لي عشان ما يسوق الدعوة زي هاني بريك في اليمن إلى آخره وكذا، دخلوا الغنوات بعد شوية لخبة السلفيين. مزمل أخو الغنوات بيشاور في أول شيء قبل ما يخش، وآخر غنى دخل دي الحارقة النازل لما لقاني واحد حزبي في أم درمان قال لي يا زول زول كن ده وصل العربية عديل. قلت له ما الشغلة دي ماشي، أنت قال بيخش ساي أزعل أخواننا ديل سؤال الغنوات دي بشاور فيها العربية، انت قال دخلها ساي في واحد من العلماء الكبار نصحوا، ده منو يا جماعة نصحوا؟ محمد بن هادي حفظه الله تعالى. طيب وصفهم بالجهل واحد، وفيهم من يحفظ البخاري ومسلم، وكيف القرآن ده ما الله يتقبل، كثير منهم حافظينه لكن البخاري ومسلم حافظينه وغيره من الكتب. وزول عنده جهل يخوف السرورية، وعنده جهل يكسر الصوفية، وعنده جهل يفرتق الحزبيين، وعنده جهل يحارب الإخوان المسلمين، وعنده جهل واحد تاني يعمل معهد يدرس فيه اللغة ويدرس الفقه، ده كله جهل. وأن ما أنتم إلا جهلة اجتمعتم على الجهل لبث الجهل، عليك الله ده ما كذب. وفي نفس الرد اسمعوا الان رديت به وعليه المره اللي فاتت فيه، انه انا ذكرت له انه مزمل يدرس مع عبد الرحمن محي الدين و11 كتاب ختمه معه وماشي 12 13 ماشي ياسي بيدرس معه بيدرس، مشينا زياره اسبوع في المدينه كان هناك جزاه الله خير، مشينا الظهر ودانا مزمل ذاته ودانا قباء مسجد قباء عنده شيخ هناك بيدرس معه اسمه مسعود الافغاني بيدرس معاه تفسير، العصر قرب قال عندنا درس مزمن ذاته وين؟ مشينا مسجد هناك جنب الشيخ محمد بن هادي لقينا درس للشيخ محمد بن هادي جه درس فيه، المغرب قال والله عندي درس يا جماعه في الحرم المدني، ماشي وين؟ المدني، بعد المغرب شفنا بعيوننا قاعد مع الشيخ عبد الرحمن محي الدين، الشيخ عبد الرحمن محي الدين بيدرس فيه في الكتب. وانا ذكرت كلاما في التسجيل وهو سمعه
وما زال يصر على وصفهم بالجهل. عليك الله الزول ده الحاصل على شنو؟